أجمل وأهم فقرة من فقرات هذا الحفل. والآن جاءت اللحظة التي كان ينتظرها كل الأهلاوية منذ بداية هذا الموسم. الآن أدعو سعادة مروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، والسيد عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم رئيس لجنة دوري المحترفين، والسيد سعيد الطنيجي نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، والسيد سهيل العريفي المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين. وأدعو كذلك حبيب الأهلاوية سعادة عبد الله سعيد النابودة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الرياضي الثقافي. بكل تأكيد يستحق هذا الرجل هذه التحية من الجماهير الوفية في هذه الأثناء وفي حفل التتويج. في البداية قبل تتويج اللاعبين، وأنا أعرف الكل مستعيل على تتويج اللاعبين، لكن نبغي ندعو الطاقم التحكيمي ومراقب المباراة للسلام على ضيوف هذا الحفل فليتفضل. جهزوا تليفوناتكم وسناباتكم وكاميراتكم لتتويج اللاعبين. الله أكبر. لا إله إلا الله. الآن نبدأ بتتويج الأبطال، أبطال السابعة. نبدأ مع الفريق الأول لكرة القدم، القنبلة الأهلاوية إسماعيل الحمادي. الدوري المحترفين، إذن في هذه اللحظات الزميل هيثم الحمادي سيقوم باستدعاء لاعبي الاهلي لاعبا فرسان النادي الاهلي. الان اسماعيل الحمادي الرقم 7 في ليله السابعه مع ابنه سالم، الله يحفظه ان شاء الله، شوفه لاعب ان شاء الله في المستقبل. هذا هو اسماعيل الحمادي، واحد من نجوم الموسم بالتاكيد. ماجد، اذا ماجد حسن، ماجد المهندس كوزمن اللاعبين في أرضية الملعب. ألف سلامة يا ماجد، تعود أقوى بإذن الله، تعود أقوى. مبروك ماجد حسن. هنا إسماعيل الحمادي وحبيب الفردان بعد ذلك عبد العزيز صنقور. سميل هيثم يستمر أيضا بذكر أسماء فرسان النادي الأهلي في هذا التوقيت. عبد العزيز هيكل الظهير الأيمن، الظهير
الطائر بالتأكيد لم يحضر في هذه المباراة. هذا ماجد حسن الذي تعرض لإصابة قاسية تعود أقوى وأجمل بإذن الله. واحد من نجوم الموسم هنا حبيب الفردان. وهنا نشاهد بالتأكيد عبد العزيز صنقور، وشاهدنا بالتأكيد في المنصة وفي الستيج أيضا الرسمي يتسلمون الميدالية الذهبية من راعي أيضا هذه الحفل رئيس اتحاد كرة القدم مروان بن غليطة، أيضا بحضور السعادة أيضا عبد الله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين. ونشاهد اللاعبين وليد عباس واحد من النجوم أيضا سجل هدفين في هذا الموسم، الظهير سوم سياوي يتلقى تحية كبيرة، سهم النادي الأهلي سيشتاقون إليه كثيرا، قدم معهم موسمين استثنائيين، عادة من الإصابة ليصيب كل مرمى. إيفرتون روبيرو يتلقى تحية كبرى بالتأكيد، بطولة دوري بعد 74 75 76 80 2006 2009 2014 2016، الآن الكل يكونون شايف سعادة مروان بغليطة، شوف رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي سعادة عبد الله نابودة عريس هذه الليلة البطل بالتأكيد. مبروك لرئيس مجلس الإدارة سيلفي مع الدرع، سيلفي مع اللقب، سيلفي مع الذهب، سيلفي وأفخم سيلفي الآن سيأو مع أطفاله بالتأكيد يتلقى التحية ويتلقى التهنية. هنا نشاهد الميدالية الذهبية ونشاهد الأجواء الجميلة ونشاهد التنظيم الرائع جدا والمثالي بالتأكيد واللي تشكر عليه رابطة المحترفين. هنا نشاهد بقية الأسماء، حميد عباس، حسن عبد الرحمن، وبالتأكيد اللاعب يوسف السيد، واللاعب كونون أحمد عبد الله البلوشي، سيد أحمد البلوشي، سلمين خميس، كل هذه الأسماء، أحمد خليل، سعيد أحمد، روبيرو، سو، عبد العزيز صنقور. ليلة تاريخية ليما بالتأكيد، لا يمكن لنا بأن ننسى ليما، لحظات للتاريخ للنادي الأهلي، للفريق الأحمر، لفرسان فزاع، للأبطال. هنا نشاهد الابتسامة لهذا الرجل الذي نتمنى له كل التوفيق في قيادة اتحاد كرة القدم الإماراتي في الفترة المقبلة بالتأكيد. أحمد مبارك، بقية الأسماء أيضا مع الزميل هيثم الحمادي. الآن نشاهد، سامحني يا كابتن مو مقصودة، خميس إسماعيل، خميس إسماعيل، كابتن خميس إسماعيل. هنا نشاهد أيضا، هلا 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 بالحبيب، حيو حيو استاذ، الفرحة الكبيرة، اللقطات التذكارية. نشاهد سناب على الطائر الآن للنادي الأهلي، نشاهد الكابتن خميس إسماعيل. القضية خسروها في المكتب لكنهم كسبوها في الملعب يا خميس، والأهلي قضية ما تحملها ملف في هذا الموسم، بطل دورينا للمرة السابعة بالتأكيد. هنا نشاهد بالتأكيد هذه اللحظات وهذه اللقطات والجهاز الإداري اللي راح يتم تتويجه بالميداليات الذهبية، تنظيم رائع، حفل رائع، شاهدنا الألعاب النارية، شاهدنا أيضا الفقرات الغنائية، شاهدنا اللقطات اللي تسبق هذه المراسم، مراسم التتويج، التفاعل الجماهيري، التنظيم الرائع بالنسبة لرابطة المحترفين. كل الشكر لهم على ما تم تقديمه من عمل بالتأكيد، وكل شكر لرابطة المحترفين السابقة، وكل التوفيق لرابطة المحترفين اللاحقة. هنا نشاهد عبد المجيد حسين أيضا، والسلام بالتأكيد على هذه المباراة والحفل الكريم. وهنا نشاهد أيضا أحمد شاع، عبد المجيد حسين، والمساعد أيضا مدرب أولاريو كوزمن، والبقية الجهاز الفني والجهاز الطبي، عمل كبير في هذا الموسم يستحقون عليه الإشادة والتقدير، يستحقون هذه الميداليات. هنا نشاهد أيضا في الصورة سعادة عبد الله ناصر الجنيبي، نشاهد أيضا سيد سيل العريفي اللي ذكرت بأنه واحد من أهم المكاسب الإدارية اللي كسبناها في الفترة الماضية، واللي نشكره على عمله ونشكره على ما قدمه من تنظيم رائع بالتأكيد مع بقية أعضاء المكتب التنفيذي ورابطة المحترفين في إخراج موسمنا بشكل حالي بإخراج هذا الحفل بهذه الصورة. كل الشكر حقيقة لكل من قدم هذه الصورة. والآن نقترب، والهداف الماهر التقديم لذيما، ليما للذيب، ليما ليما يتلقى التحية الكبيرة. أنا الذيب باكلكم باكلكم، غاب للإصابة لكنه لم يغب من ذاكرة الأهلاوية، ولم تغب أهدافه من ذاكرة خصومه بالتأكيد. بأهدافه تصدروا وبأهدافه وصلوا وفازوا بلقب بطولة الدوري للمرة السابعة. ماجد ناصر الحارس الكبير، حارس النادي الأهلي، يتلقى التحية الكبيرة والآن يتواجد مع بقية الأسماء. اقتربنا من لحظة التاريخية، اقتربنا من رفع الدرع،
اقتربنا من اللقطة التي سيرفع فيها النادي الأهلي البطولة السابعة للمرة، بطولة السابعة في تاريخه بالتأكيد، وهو إنجاز كبير للنادي الأهلي. الحديث الحديث عن أولاريو كوزمون. أولاريو كوزمون نعم يستحق هذه المقدمة، فهو صاحب النهايات، فهو صاحب الختام، الرجل الأول على مستوى الأرقام كمدربين في كرة الإمارات، 4 دوري منهم 2 مع النادي الأهلي، 8 ألقاب حصل عليها في كرة الإمارات، 5 لقب مع النادي الأهلي، مع 5 مرات يحصل على لقب الوصيف. كوزمون يتلقى تحية كبيرة، يشارك الآن ويدخل بعد ميلان جولانيك البولندي يورك، محمد صديق، شايبر هاشك، كوزمون للمرة الثانية على التوالي يحصل على اللقب السابع. رجل الحسم، الريد كارد، والنان الأهلي الكبير، فتى آسيا ولاعبها الأول، بطل دوري الخليج العربي أحمد خليل، نجم النادي الأهلي الكبير، يدخل الآن إلى أرضية الملعب لكي ينضم مع بقية الفرسان. الآن الكل بانتظار هذه اللقطة، الكل عمل من أجل هذه اللحظة، الكل اجتهد، الكل بذل، الكل ضحى، الكل قدم كل ما لديه من أجل الوصول إلى هذه اللحظة. سهيل العريفي الآن يحمل الدرع لكي يسلمه بالتأكيد إلى سعادة مروان وسعادة عبد الله نصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، وتسليمه بعد ذلك إلى مروان بن غليطة رئيس اتحاد كرة القدم، لتسليمه لأحمد خليل كابتن الفريق، لكي يعلن في هذه اللحظة الأهلي بطلا لدور الخليج العربي للمرة السابعة في تاريخه. الأهلي فرسان فزاع، سفينة الخليج العربي، رحلة الغوص السابعة، فريق الأحلام، فريق استثنائي. الأهلي يؤدي ويتوج بالبطولة السابعة في تاريخه، كل الطرق تؤدي إلى القصيص، تؤدي إلى الفرسان، تؤدي إلى الأحمر، تتعدد الألقاب، والبطل أهلي. مبروك من الأعماق لكل إدارة النادي الأهلي، جهازه الفني، للاعبين، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس نادي الأهلي، لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد نائب الرئيس، لسعادة عبد الله بن نابودة رئيس مجلس الإدارة، لمجلس الإدارة، لكوزمون، للاعبين، لكل جماهير الفرسان. ليلة للنادي الأحمر، ليلة للفرسان، لون الخطر، لون الحب، لون الدم، الأشعة فوق الحمراء وليس تحت الحمراء في هذه الليلة، في الفرح، في العرس الكبير، في النجاح، في السعادة، في التكريم، في ليلة الذهب واللقب والمجد والختام ومسك الختام في آخر الفصول، لقطة للتاريخ، لقطة للأبطال، احتفالية كبرى للنادي الأهلي. الأهلي بطلا لدور الخليج العربي، الدرع أهلاوي والفوز حمداني لعيونه يا عالم ما يعشق الثاني. هكذا كان المشهد، هكذا كانت الصدارة، هكذا سفينة الأهلي تصل إلى ضفاف الخليج محملة باللؤلؤ الثمين. الصعب يسهل في وجودك يا فزاع، من يزرع الأمجاد يحصد ثمرها، يحصد ثمرها. لا شك ليلة للفرح والسعادة والاحتفال والتكريم والعرس والذهب والمجد والتاريخ والدرع يرفعونه عاليا. احتفلوا أنتم الفرسان، أنتم الأبطال لدورينا لهذا الموسم للمرة السابعة في تاريخهم. الله على اللقطات، الله على السعادة، الله على المشهد، الله على رئيس مجلس الإدارة الذهبي، الله على فريق الأحلام، الله على المدرب صاحب الأرقام القياسية، النقطة 66 رقم قياسي، الفوز 21، اللقطة التاريخية، المدرب والرئيس واللاعبون من حولهم، الفرسان يقفزون من الحاجز السابع ويؤكدون النجمة السابعة. الأهلي 7 نجوم،
سبع نجوم، السطح الأخيرة في دورينا لونها أحمر، السطر الأخير في دورينا كان بالقلم الأحمر، النقطة الأخيرة في دورينا كانت للأهلي. الفلاشات، اللقطات، ارفع يا ماجد ليلة من ليالي المجد الأهلوية. إنجاز آخر، الأحمر خطر لونه وكلكم تعرفونه، وفزاع من يامر عنده يضوونه. هكذا لحن الأغنية وكلماتها، هكذا لحن الأهلي وبطولاته، هكذا ليلة الفرسان ومجدهم يكتب من عام إلى آخر. مبروك لكل من ينتمي لهذه القلعة، مبروك لكل من ينتمي لهذا المكان، لهذا النادي، لهذا الفريق. البطولة أهلوية ذهبت إلى المكان الذي أرادها لاعبوه بأن تذهب إليه، بأطفالهم، بصغارهم، بنسائهم، بشبابهم، يحتفلون، يتواجدون، يلتقطون لقطات ستبقى، ستروى للأجيال القادمة، يذكروننا بأجيال سابقة وسيأتون بعد ذلك، وتأتي بعدهم أجيال أخرى تشاهد إنجازهم. مبروك من الأعماق للنادي الأهلي، لكل الفرسان، هذه اللقطة، هذه اللحظة التاريخية، هذه البطولة الغالية، هذه النجمة السابعة في تاريخ دورينا. مبروك لكل جماهير الفرسان، مشاهدينا، متابعينا في كل مكان، على هذه اللقطات، على هذه اللحظات، على هذه المشاهد، على هذه الدموع، على هذه النظرات، على هذه العيون، على هذه الأفراح. نترككم مشاهدينا متابعينا على أن نلتقي معكم في مناسبات فرح أخرى، ونتمنى بأن نكون قد وفقنا في تغذيتنا لكل تفاصيل هذه البطولة وهذا الموسم وهذا الدوري مع كل زملائنا في قناة دبي الرياضية، على أمل بأن نلتقي في أفراح أخرى، في بطولات أخرى. كل دوري وأنتم بخير. مبروك للأهلي، هارد لك لمن ليحالفه التوفيق في هذا الموسم. تقبلوا تحياتي محدثكم فارس عواض الكريم الزميل مشعل، تفضل لك الكلمة.